لم أستوعب إنني تحصلت على الميدالية الذهبية وكأنني أعيش الحلم يا أبي. هكذا تحدثت إيمان خليف مع والدها عبر الهاتف بعدما تمكنت من إحراز الميدالية الذهبية لوزن 66 كيلوغراما في الملاكمة للسيدات بأولمبياد باريس 2024، لتصبح إيمان خليف أول ملاكمة جزائرية وإفريقية تحصد ميدالية في الألعاب الأولمبية. حديث إيمان خليف مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جاء كالتالي: بارك الله فيك سيد الرئيس، الحمد لله، مبروك للجزائر، الشعب كامل فرحان، الأهم هو الذهب، الحمد لله، تحيا الجزائر. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجه رسالة تهنئة إلى البطلة الجزائرية عبر حسابه على منصة إكس: كلنا فخر واحتزاز بك أيتها البطلة الأولمبية إيمان، انتصارك اليوم هو انتصار الجزائر وذهبك ذهب الجزائر، شكرا لك يا إيمان.